والمتابع ينضم إلينا من الخرطوم مراسل الغد أحمد العربي. أحمد، القضاء السوداني يقول كلمته إذن في مقتل أحمد الخير. نعم حازم، هذا حكم قضائي لسابقة تاريخية في المحاكمات هنا في السودان، 29 حكم بالإعدام على نظامي، 29 نظامي تشاركوا في تعذيب وقتل الأستاذ الشهيد أحمد الخير. يعني هذا القرار الذي كما تتابعون من خلف هذا السياج الأمني بالتحديد، هناك الآلاف من الذين احتشدوا لمتابعة هذه المحاكمة. نحن اقتربنا أكثر من السياج الأمني المضروب بقرب المحكمة، الآلاف الآن خارج أسوار المحكمة يحتفلون بهذا الحكم باعتباره أنه جاء مرضيا للشارع السوداني، أيضا جاء مرضيا لأسرة الفقيد وللأوساط القانونية باعتبار اعتبارات كثيرة جدا حددها القاضي بإدانة 29. حازم، معي الآن أخ الأستاذ الشهيد القتيل أحمد الخير، عبد الرحيم الخير، أهلا وسهلا بك، وكيف تابعتم هذا الحكم على قتلة الأخ أحمد الخير؟ بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي أشفى قلوبنا، الحمد لله حمدا يوافي نعمه، الحمد لله إنه أنتم راضون عن هذا الحكم. الحمد لله راضين كل الرضا علي، الحمد لله يعني مولانا اتعامل بمهنية، الحمد لله يعني نشكر كل الناس اللي وقفت، إعلاميين، الشعب السوداني على العموم، كافة ضياف الشعب السوداني. نعم. شكرا لكم. نعم. والقصص وعقبال كل الشهداء إن شاء الله. نعم. عقبال نجيب كل الشهداء من 30 لحد آخر شهيد. نعم شكرا. يعني هذه هي إفادة. نعم. أهل القتيل أحمد الخير، يعني تمام الرضا، هذا الحكم القضائي يعني هذه السابقة وتمام الرضا في الشارع السوداني من أهل القتيل ومن الجميع. نعم حازم. نعم أحمد، يعني هي المرة الأولى التي تتم فيها محاكمة أحد المدانين أو مدانين كثر في هذه القضية في أحداث وقعت بعد 19 من ديسمبر. قلت إنه المدنيين ربما والسودانيين بشكل عام راضون عن هذا الحكم، كيف انعكست حالة الرضا على حالة الاحتفالات أيضا في الشارع السوداني؟ نعم، يعني حازم، المحكمة، محكمة أم درمان وسط هنا في قلب الخرطوم في مدينة أم درمان بالتحديد، خارج أسوار هذه المحكمة سيرت آلاف المواكب من أماكن متعددة. يعني أهالي القتيل من مدينة خشم القربة سيروا موكب من مدينتهم إلى مدينة أم درمان لمتابعة المحكمة، الآلاف من المعلمين السودانيين والسودانيين أيضا واللجان المقاومة سيروا عددا من المواكب، هي الآن خارج أسوار هذا أو هذه المحكمة. يعني احتشاد كبير جدا، رفع لرايات، ترديد لشعارات ثورية، يعني فرحة غير مسبوقة بهذا الحكم القضائي. يعني هذه القضية ظلت مسار اهتمام كل السودانيين، خاصة أنها يعني الطريقة التي نفذت بها هذه الجريمة كانت بشعة وهزت الشارع السوداني، لذلك هناك يعني ابتهاج كبير جدا بهذه النتيجة وبهذا القرار. نعم حازم. أحمد العربي مراسل الغد كنت معنا من الخرطوم، شكرا جزيلا لك.